إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. كتير قوي بيجي لي انتقاد لما أنا بقول للناس إن مثلا ادعي ربنا وإن شاء الله ربنا هيرزقك الشفاء، أو الشفاء بإيد ربنا، أو كل الكلام ده. في ناس كتير كتير رغم إن هم بيقولوا الكلام ده، اكتشفت من التعليقات ان في ناس كتير مش مؤمنة بالكلام بهذه الطريقة. يعني هو ممكن يقولك الشافي هو الله وكلمتين كده وخلاص، لكن هو عن نفسه ما عندوش يقين بكده، واللي ما عندوش يقين بكده يبقى ما عندوش علم. لان احنا كل ما بنتعلم اكتر في الطب بنعرف ان الشافي هو الله مش احنا خالص. تمام، احنا ليل نهار بنبحث بحث علمي، ليل نهار بنجري وراء الحاجات الجديدة، ليل نهار بنحاول نجيب للمرضى بتوعنا الحاجات الجديدة والعلاجات الجديدة، ورغم كده احنا عندنا يقين ان الشافي هو الله، وان احنا بنعمل واجبنا فقط. يعني احنا بنعمل الواجب بتاعنا وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه لما يكتب الشفاء لمريض ياريت يا رب، يعني اتمنى يكون على ايدي انا، مش انا اللي هشفيه، هو ربنا هو اللي هيشفيه. لكن من الخطأ انك تتعلق بالاسباب، يعني تتعلق بالدكتور، تتعلق بالبحث العلمي، تتعلق بالطب، لان ده من السفاهة، ضعف العقل. فهمني، انك انت تتعلق بالاسباب وتسيب صاحب الاسباب. تمام، زي ما حضرتك ولله المثل الاعلى، مثلا ان حضرتك ابنك كل يوم انت حطت له حصالة، بتحط له المصروف فيها، كل يوم بتحط له في الحصالة جنيه. تمام، فابنك لو هو بيفهم كل يوم هيقول يا بابا حط لي في الحصالة جنيه. تمام، لكن مش ممكن كل يوم يروح للحصالة ويستنى يا رب الحصالة تطلع جنيه. تمام، انا عارف ان بابا اللي بيحط الجنيه، انا عارف، بس انا متعلق بالحصالة، انا يقيني ان لو مفيش حصالة ربنا بابا مش هيعرف يديني الجنيه. لا، لو مفيش حصالة برضو بابا يعرف يديك الجنيه، ولله المثل الاعلى. تمام، فانت ما تبقاش سفيه، ما تبقاش بعقلية الاطفال. طب لو مفيش دكتور برضو ربنا هيشفيك، مفيش طب برضو ربنا هيشفيك، مفيش علاج برضو ربنا هيشفيك، اتعلق بربنا، اتعلق. طب هو مأخر عني الشفاء، ما هو عشان يسمعك بتدعي، عشان تتعلق اكتر بالله سبحانه وتعالى. فما تبقاش سفيه وتقعد تجري. طبعا انت عايز الدكتور الشاطر، انا عايز الدكتور الامين، انا عايز الدكتور المحترم، انا عايز دكتور كويس. تمام، وعايز الابحاث العلميه، عايز العلاجات الحديثه. تمام، ليه؟ لان هي الطريق اللي هيجي لي عنه الشفاء. طب معيش فلوس اروح لدكتور، معيش فلوس اخد العلاجات الحديثه، ربنا يعني مش محتاج الدكتور ولا العلاج الحديث ولا الطب خالص عشان يشفيك، صح كده؟ باباك مش محتاج الحصاله يحط لك فيها الجنيه، ممكن يجي الجنيه يحطه لك في حته تانية خالص. فما نبقاش بهذا الشكل، بلاش يبقى بلاش التعلق بالشكل ده. احنا بنتعلق بالله سبحانه وتعالى ان هو يرزقنا العلم، وحساباتنا دايما مش صح. يعني حسابات البشر مش دايما هي الحسابات اللي هي عند ربنا، ربنا ما عندوش حسابات. يعني احنا لو افترضنا مثلا ان في سيدنا موسى عليه السلام لما امه خافت عليه من بطش فرعون، انت بالعقل كده لازم تخبيه، لكن سبحان الله ربنا قال فاذا خفتي عليه فاقذفيه في اليم. يعني انا خاف عليه احطه ما هي دي حسبه ربنا سبحانه وتعالى. انا مش طالب من حضراتكم تعملوا كده، انا مش طالب من حضراتكم، بس بنفهم بنتعلم. هو احنا بنقرا القران ليه؟ والقصص اللي في القران واللي في الانجيل واللي في الكتب اللي ربنا ارسلها ليه؟ مش عشان نتعلم؟ تمام، طيب فاذا خفتي عليه فاقذفيه في اليم، ده كلام امراه عمران. تمام، والدة سيدتنا مريم خير نساء العالمين وسيدة نساء العالمين. تمام، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها كانت فاكرها ذكر، قالت ربي إني وضعتها أنثى. ده بحسابات البشر، والله أعلم بما وضعت، ده حسابات ربنا. وليس الذكر كالأنثى، ماشي، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، هي مش ذكر، وأنبتها نباتا حسنا. تمام، وكفلها زكريا. نيجي بقى لحسابات البشر تاني، كلما دخل عليها المحراب
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. الرزق ده جاي منين؟ حسابات البشر اهي، تمام. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني مريم الصغيرة علمت زكريا عليه السلام الكبير إن في حسابات ربنا. فهنالك دعا زكريا ربه، قال ربي إني يعني دعا سيدنا زكريا ربه، تمام، لما قال لك الله إن الله يرزق من يشاء، دي كانت غايبة عني، أنا أنساني يا الشيطان، تمام. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما كانش بيكلف بحسابات البشر، إنك أنت سميع الدعاء. أنا خلاص أنا هدعي ربنا صاحب الأمر وخلاص، بس هو مش مقتنع. إنك أنت سميع الدعاء، تمام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله رجع تاني سيدنا زكريا حسبة البشر، قال ربي أن يكون لي ولد وقد بلغت من الكبر عتيا وامرأتي عاقر. فكان الرد إيه؟ قال كذلك الله، هو ربنا كده يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فأنتوا لو سمحتوا مش مطلوب من حضرتك طبعا، اللي ربنا قافل عقله عن الكلام اللي أنا بقوله مش هيفهم برضو، مش هيتعظ، وهيقعد إيه يدور هو أنا عايز الكلام اللي هو بيقوله ده الدكتور محمد، أنا عايز يعني هفحصه وادخل. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم بيقولوا إيه بقى؟ الناس اللي فاهمة والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، أي حاجة من عند ربنا إحنا مؤمنين بيها. طيب نسيبنا بقى من الكلام ده. هتقول لي إحنا مش في زمن المعجزات، إحنا مش أنبياء، لأن أنت حضرتك عايز كده. إحنا بنتعلم. وبعدين خد بالك إن أنا مش طالب من حضرتك معجزة، ده أنا طالب من حضرتك إنك تطلب من ربنا اللي أنت طالبه من العبد الغلبان اللي اسمه دكتور. فهل أنت حضرتك طالب من الدكتور معجزة؟ يبقى أنت عبيط من الأول كده، أنت عبيط. أنت طالب منه، أنت كنت طالب من الدكتور إيه؟ أنا عايز أخف يا دكتور. طب أنا مش طالب منك، دي مش معجزة، اطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، هو الأولى بالإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.